قررت وزارة الصحة السماح للأشخاص السعوديين بامتلاك بالحصول على امتيازات أو وكالات تجارية لمجموعة صيدليات أجنبية داخل المملكة، بشرط الالتزام بجميع الشروط انتظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحتها التنفيذية. طبعا احنا عشان نتكلم في هذا الموضوع اكثر وعشان نعرف ايجابيات ومميزات هذه الصيدليات الاجنبية، معنا ضيفنا فيها الاستوديو الدكتور استشاري الصيدلي دكتور عبد العزيز الغنام. اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيكم. نورتنا. دكتور عبد العزيز، احنا نبغى نتكلم عن الموضوع بشكل اكبر واوسع ونعرف ايجابياته وسلبياته وايش ممكن يفيدنا، ولكن إذا تسمح لنا نطلع هذا التقرير لمشاهدينا ونرجع. باتت المستلزمات الطبية والعناية ضرورة لكل فرد في المجتمع، صغيراً كان أم كبيراً، لكن مع كثرة متطلبات الحياة أصبحت مرهقة مادياً على مستخدميها. عند دخولك للصيدليات تجد أن خروجك منها مكلف جداً، قد يتجاوز 500 ريال، لكن مع زيادة الوعي بات المستهلك على حذر في اختياراته وبحثه، فنجد الكثير أصبح يلجأ لمواقع الإنترنت والصيدليات في الخارج ليكون عامل الإغراء الأول هو الأسعار، فتجدها تنخفض لما يزيد عن النصف. ارتفعت النداءات في الآونة الأخيرة طلباً في مراقبة الأسعار وضبطها بما هو في حدود المعقول وما يقارب السعر الحقيقي للمنتج، حتى يستطيع المستهلك من التسوق بأريحية دون حاجته للانتظار لأسابيع طويلة بحثاً عن موعد وصول تلك الشحنة. في هذا التقرير كان في مقارنة بين أسعار الصيدليات المتواجدة المحلية والأونلاين، البيع عن طريق الأونلاين من صيدليات أجنبية، نجيب الحاجة مثلا من برا، يعني زي ما احنا شفنا في التقرير أسعار مبالغ فيها، الأضعاف. الشيء اللي بمية ريال يمكن الشيء اللي بأربعمية ريال هنا بأربعمية ريال، إذا طلبنا طريق أربعمية هنا بمية هناك بمية هناك الأربعمية ريال الأربعمية أيوه ريال صح. مية هناك صح كده صح ايش بك قلت 400 دكتور عبد العزيز احنا نبغى نتكلم عن هذا الموضوع اكثر، نبغى نعرف في البدايه ايش الفائده او الايجابيه في انه احنا نخلي هذا السماح بهذا التصريح عندنا هنا في المملكه، ان يكون في مجموعه من الصيدليات نفس الصيدليات الاجنبيه. نعم طبعا الفائده برضو ممكن تكون على المستهلك اول شيء، يعني المستهلك إذا كان قدامه خيارات أكثر، متوقع في الأصناف الغير دوائية بالذات أن يكون فيها تنافس أسعار، تشوف فيها عروض، تشوف فيها صحيح. فتكون في صالح المستهلك النهائي من هالناحية. ممكن أشوف فوائد ثانية برضو، ممكن أنه نبدأ نشوف تنفيذ رعاية صيدلانية متكاملة. حلو. هذا لسه الآن إلى الآن ما شفناه، بمعنى أن الصيدليات هذه تبدأ تقيس مؤشرات حيوية للمريض، ممكن تبدأ تتابع أدويته وتسوي له خطة علاجية وتتابعها، ممكن برضو التطعيمات، لأنه هذه كلها ترى مسموح فيها، ولكن الصيدلية هذه مسموح فيها للصيدلي أنها تكون قائمة على الصيدلي في اللائحة التنفيذية الجديدة، مسموح لها في حال أنك حصلت على الترخيص المناسب، بمعنى أنه يكون إكلينيكي اللي يقوم فيها. فأتوقع أن دخول الصيدليات الأجنبية يعني يرفع نسق المنافسة ونبدأ نشوف خدمات إضافية، ما يصير الموضوع بس مجرد أنه المريض يحس نفسه أنه مستهلك داخل ويشتري بضاعته ويطلع. أي كأنه داخل بقالة يعني صاري على الوصف. أيوة. طب دكتور عبد العزيز، يعني بنعرف أنه الحين لما يكون في صيدليات أجنبية هنا ربما هذه الفروقات في الأسعار يكون عليها كنترول أو سيطرة إلى حد ما، لكن إجمالاً ليش في هذه الفروقات؟ يعني زي ما شفنا أنه لما أشتريها أونلاين السعر مختلف تماماً عن الواقع ومختلف عن الصيدليات اللي موجودة في الخارج كمان، هذه الاختلافات وش سببها؟ طيب بالنسبة لما ندخل في قضية الأسعار لازم نفرق بين المنتج هل هو دواء أو غير دواء. تسعير الدواء يعني موضوع ما هو سهل أبداً، وتقوم في هيئة الغذاء والدواء مشكورة، يعتمد على عناصر كثير، منها سعره في بلد التصنيع، سعره في الأسواق اللي مجاورة لنا،
أيضا الدراسات الاقتصادية عليه، القيمة العلاجية للدواء نفسه، سعر تصدير للمملكة، السعر المقترح من الشركة. ففي يمكن 9 إلى 10 عناصر تحكم موضوع أنه السعر الدواء هذا ينزل بالسعر هذا. فالموضوع يعني highly controlled للأمانة. صح. يعني بطريقة أنه لأنه ما تبغى تضرب طرف على حساب طرف، تبغى تحفظ حق المستهلك والمريض صحيح، لكن ما تبغى أنك تظلم الشركات ويطلع عليها الموضوع أيضا بخسارة. طبعا. صحيح. فهذا ممكن يؤدي أنه يعني يصير مشكلة في تواجد الدواء عندك. فهي بالانس، والأخوان مشكورين يعني بيقوموا في مجهود كبير بهذا الخصوص. إذا المنتج غير دواء هنا القصة مختلفة. هنا المنتجات هذه الرعاية التجميلية، مكملات غذائية، أجهزة طبية استعمال شخصي، جميع هذه غير مسعرة، فالسوق هو اللي يحكم للأمانة. تمام. يعني عرض وطلب وتنافس أسعار أكثر من أي شيء. صح. يعني الدواء ممكن أنك يعني تجد بديل أو بديلين، وبعض الأحيان ما تجد له بديل. صحيح. بينما لو جيت مستحضر واحد في الصيدلية ممكن تلقى له 10 شركات مختلفة. صح. صح. يعني موضوع التسعير يختلف. إن شاء الله يعني في المرحلة الجاية وزارة التجارة، عفوا بس عارفة بموضوع بالموضوع ذا في التسعيرات حقت الأشياء المش علاجية؟ عفوا. نعم نعم. ما يخفاهم الموضوع هذا، برضو هيئة الغذاء والدواء مسؤولة عن هذا الموضوع. كمان. طبعا للأمان موضوع تسعير الأشياء اللي هي غير دوائية يعني حتى هو موضوع ما هو كل الدول العظمى ترى بتقوم فيه. يعني زي الولايات المتحدة الأمريكية ترى ما عندها تسعير، بينما تجده في أوروبا مثلا في اليابان تجد التسعير هذا. مو الكل قاعد يقوم فيه، بس ربما إذا وصلنا مرحلة وحسينا أنه فعلا الموضوع يعني زاد عن حده، ربما هيئة الغذاء والدواء تقرر أنها تعمل دراسة على الموضوع. نعم. صحيح. دكتور عبد العزيز، هل باعتقادك أن دخول الصيدليات الأجنبية أو الأونلاين شوبينج للأدوية، نعم، خصوصا راح يقوي المنافسة عندنا، راح إحنا كمستهلكين راح يعني يعطينا ديلز أو عروض أفضل؟ يعني اللي موجودين عندنا راح يقولون أن في الآن منافس بأسعار أقل، ممكن خدمات أفضل يوصلون لين باب بيتك على سبيل المثال، فهل تعتقد أن هذا راح يأثر إيجابيا؟ الصيدليات الأونلاين، ها؟ الصيدليات الأونلاين. للأمانة اللي أشوفه أنه يعني لو بنقارنها مع الصيدليات الأجنبية وموضوع دخولهم، الصيدليات الأونلاين ممكن تكون الشريحة المستهدفة فيها مختلفة عن الناس اللي يبغوا يروحوا الصيدليات الأجنبية. الناس يمكن مو نفسها اللي تروح هنا هي اللي تبغى الخدمة هذه، لكن لا شك هو شيء يعني ممكن احنا في بداياته لسه، احنا مقارنة بدول أوروبا وأمريكا يمكن لهم باع أطول في موضوع الأونلاين شوبينج للفارماسي وكذا. احنا ممكن إذا زاد عدد الناس اللي يبحثوا عن الخدمة هذه واللي يطلبوا فيها، ممكن أنه بعد كذا يعني يصير لها زي ما تقولي تنظيم. يعني حتى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية مثلا عندها قائمة بالصيدليات الموثوقة اللي ممكن تشتري فيها أونلاين وأنت مرتاح كمستهلك، فما يمنع أنه مستقبلا أن يكون عندنا شيء من هذا القبيل. صحيح. الدكتور عبد العزيز، قبل ما نطلع هوا كنا نتناقش في نفس الموضوع. نعم. وودي أنوه يعني حتى المشاهدين ممكن يستفيدون من هذا الموضوع. نعم. كنا نتكلم أن الأدوية عن طريق الأونلاين أو من مثلا صيدليات خارجية أو أجنبية ممكن يكون فيها شك، يعني ما أنت متأكد منتج وتجي رخيصة يعني شيء لا غير منطقي، سعر غير منطقي. صحيح. يعني الدواء هذا سعره في السوق عندنا مثلا ب 400 و 500 زي ما قلت يا عبير، لكن نشوفه أونلاين احنا ننبهر، اقول والله بدل ما اشتري واحد ب 400 اشتري أربعة. فيعني ايش تعليقك على هذا الموضوع دكتور؟ والله انا اشوف دخولك او محاولتك انك تشتري دواء من بالاونلاين برضو فيه ريسك او خطوره عليك. صحيح. يعني الابحاث بتقول مثلا بالنسبه للصيدليات والادويه، لما تشتري الدواء من صيدلية يقول لك حوالي 50% من الأدوية اللي تشتريها أونلاين هي مزيفة أو مغشوشة. حتى الفيتامينز مش بس الأدوية ممكن تكون مغشوشة تماما، بمعنى أنه ممكن مقلدة. ممكن أنه يقول لك هذه المادة الفعالة اللي موجودة في العلبة لما تجي تحللها في المختبر مو هي نفس المادة الفعالة، قد يكون دواء سكر محل دواء صداع، وارد ممكن ما يكون في مادة فعالة أساسا بس كده. نعم. دواء. نعم.
طب هذا كويس ولا يجيك شيء يضرك لا سمح الله؟ يعني انا عندي يكون شيء ما هو صحيح مو نفس مثلا الدواء اللي انا طلبته، ولا يكون في شيء يضرني مثلا يسبب لي اذى في اشياء على المدى يعني البعيد. لا في اشياء فيها حتى سميه مؤذيه، في ناس ماتت من الله. يعني حتى ممكن يكون طريقة التخزين ولا الغش الدوائي هو زي ما تقولي هذه حصلت صحيح. نعم يعني هو ظاهرة عالمية، لو نقول انها 10% من الأدوية في العالم، هذا كلام طبعا منظمة الصحة العالمية، حوالي 10% من الأدوية في العالم مغشوشة او مزيفة. لما تجي على الاونلاين فارماسي النسبة ترتفع الى 50%. صحيح. ما في دراسات على حد علمي على موضوع المنتجات الثانية غير الأدوية، لكن إذا الأدوية واصلة 50% فأعتقد أن المستهلك يعني برضو المفروض أنه يكون حذر في مسألة شراء. تعليقا على كلامك دكتور عبد العزيز، أنا ودي أقول لكم سالفة ممكن الواحد ينتبه بعد. في ناس اللي يبيعون على المواقع التواصل بالذات صح. الأدوية حقت تنحيف أو التخسيس، واحدة أعرفها شخصيا مسكينة يعني شبه جاها شلل، شبه جاها شلل من شيء استعملته آخر شيء طلع ما هو مرخص، مسموم الظاهر، استعملت يعني البنت كانت فعلا شيء أو محلول هو ينشرب أو شيء عن طريق أحد المواقع التواصل الاجتماعي، كلمتها واحدة أرسلت لها مندوب حولت لها الفلوس بدون ما تتأكد. يعني الواحد لازم يتأكد شيء يدخل جسمك هذا، يعني الحمد لله وراحت للمستشفى وسووا لها يعني جلست فترة وهي يعني مسكينة كانت تعاني. هي الغلط يعني أستاذ دكتور عبد العزيز حتى لو توافقني الرأي مو يعني كمان بس المستهلك، كمان أنت كشخص بتبيع منتج، أنت بتبيع هذا المنتج وعارف أنه هياخذوه ناس ما تعرف إيش ممكن ياخذوا معاه أدوية ثانية تتعارض معهم. بالضبط طبعاً. صحيح. فأنا أحس إنه هي يعني كمان مسؤولية زي ما المستهلك عليه مسؤولية، كمان أنت كشخص قاعد تبيع هذا المنتج لك عليك مسؤولية برضو إنه أنت تحرص إنه الدواء ده أو المنتج هذا لما يوصل للناس ما يأذيه، يكون لازم يكون في أرواح طبية في الآخر. صح. يعني هذه يمكن الخدمات الرعاية الصيدلية اللي نأمل إنه نشوفها في الصيدليات الخاصة فعلا، إنه يكون الصيدلي يجلس مع المريض يعرف كل الأدوية اللي ياخذها، بيشوف إذا فيها تعارضات أو أي مشاكل. بعض الأحيان يعني هذا الدواء كويس وهذا كويس بس مع بعض ما بيمشوا. صحيح. يكون راجع مثلا طبيب جلدية وبعد كذا راح راجع طبيب باطنية. صحيح. لازم الصيدلي هو اللي يكون منتبه للنقطة هذه أنه كم دواء قاعد تأخذ في نفس الوقت. صحيح. إينا. صحيح. فهذا إن شاء الله وحتى تزيد أكثر وأكثر مع دخول الصيدليات الأجنبية. نعم إن شاء الله يا رب. أكيد. دكتور عبد العزيز شرفتنا اليوم، يعطيك ألف عافية على المعلومات القيمة، نشكرك. ألف شكر. كذا نختم حلقتنا. أرتبي حلقتنا. مشاهدينا كذا وصلنا نهاية الحلقة، نشوفكم بكرة نفس الموعد في أمان الله.